تحديث. الاهم برضه يا ده استاذ كلام ابراهيم مهم جدا قبل يا ما حضرتك بس تتكلم في هذا الامر، الاهم انه الرقم حتى او الارقام اللي الناس بتتكلم فيها هو مش رقم، يعني اولا لعيب صغير، لعيب رائع، لعيب بيلعب في اربع او في خمس مراكز، وبالتالي انت كسبان من كل النواحي. هو طبعا الارقام بتاعته ارقام مناسبه جدا جدا، وهي دي يعني الارقام المنطقيه. اكتر حاجه الارقام التانية فيها مبالغات وبيقرص عليك نظرا لانك انت بتبقى محتاج الحاجه. أيوة. وتدخل الوكلاء بصراحه بي 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 بيغلي الحاجه جدا جدا، بتزيد عن ضعف ثمنها او اللي ممكن تخلص بيه. وكان الشرط الاساسي اللي بيننا وبين عبد الحكيم بيسر رئيس النادي اولا السريه وعدم وجود وسطاء، وهو ده اللي ضمن السريه اكتر. لو في وسطاء كان زمان الاخبار متسربه في كل حته. فالحقيقه الصفقه تمت بما يحقق مصلحه الجميع وبطريقه يعني مناسبه جدا. يعني احنا دفعنا مليون جنيه على قسطين، مليون دولار، مليون دولار، يا رب الدولار يبقى بجنيه فيه. يعني باذن الله فقل حسن. يعني مليون دولار على دفعتين، 500 500 بعد شهر 7 الثاني. واللاعب نفسه لا في المعقول جدا جدا، والراجل ما اتكلمش في اي حاجه، حابب يخوض التجربه مع النادي الاهلي ومهتم جدا انه ينجح، ومهتم وسعيد جدا بالدفء والحماس اللي شايفه من جماهير النادي الاهلي، وباذن الله يبقى حاجه اضافه قويه. اشكرك، اتفضل يا استاذ ابراهيم. الحقيقه كابتن اسلام، تاكيدا على او اضافه للي قاله المهندس عدلي، القيمه في الصفقه دي يا جماعه قيمه الشفافيه المطلقه والنزاهه في المفاوضات، وكمان ضيف عليها او قبلها كمان ده قيمه العلاقات المحترمه جدا للنادي الاهلي وقياداته والكابتن محمود الخطيب مع الجانب الجزائري. الاستاذ عبد الحكيم سرار لما جه مع النادي الوفاق سطيف للقاهره كان في ضيافه النادي الاهلي وتم الترحيب بيه، والراجل شايل ده بشكل كويس جدا جدا جدا، لدرجه انه لما عمل رساله امبارح ياكد فيها ده اثنى جدا على النادي الاهلي وقال لك انا اهلاوي وقندوس اهلاوي والشعب الجزائري معظمه بيحب النادي الاهلي. وهنا تبان قيمه العلاقات المحترمه وقيمه الصوره اللي قيادات النادي الاهلي بيحرصوا عليها مع كل الاشقاء، لان هي دي مصر وهي دي صوره مصر اللي لازم الكل يحافظ عليها. اما الكلام بقى عن كده النسا وكده العيال والكلام ده كله، ما اعتقدش ده مطروح باي حال من الاحوال في ذهنيه المفاوضين في من قيادات النادي الاهلي. ده بالنسبه لهذه الصفقه اللي فعلا جمهور الاهلي كان مبسوط منها جدا، وزي ما المهندس عدلي قال لعيب عنده قدرات متنوعه، سنه صغيره، القيمه الماليه نفسها ما هياش عاليه، التقدير بين الجانبين كان كويس جدا. فانا اعتقد صفقه ان شاء الله تعالى تحقق المردود الفني منها باذن الله.